صباح الخير وصباح الصحة والسلامة اللي دائما كنتمنوه لكل أوفياء لدعاء القريبة منكم ميد غاديو. عواشركم مبروكة وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وبألف صحة وسلامة. اليوم البداية خلال شهر رمضان الكريم وهجرات العادة على أنه البداية من كل أسبوع كتكون رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي التغذية الصحية والحمية العلاجية. صباح الخير أستاذ الحليمي. تحية لك أستاذ عفاف وتحية الفريق العمل وتحية المستمعين الكرام وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله وعواشركم مبروكة ورمضان كريم عليكم وعلى فريق العمل وعلى كل المستمعين والمستمعات وعلى كل المسلمين في كل بقاع العالم. يا رب أمين. شكرا لك أستاذ الحليمي. صراحة تساؤلات ما وقفاتش نهائيا تقريبا من يوم الخميس والكثير الكثير من المستمعين الكرام اللي بعثوا تساؤلات كثيرة أستاذ الحليمي. الكثير منهم أيضا وعدناهم أنه غادي نجاوبوا على التساؤلات ديالهم إن شاء الله في الحلقة اللي غادي تكون معاك. فاليوم إن شاء الله أستاذ الحليمي الكثير من المعلومات والنصائح اللي هي خاصة بشهر رمضان الكريم وبالصيام غتمر معنا من خلال برنامج صحة وسلامة. غير إذا سمحتي أستاذ الحليمي غادي نبداو بأول سؤال اللي هو كان من عند عبد اللطيف. عبد اللطيف كيقول أنه مزول مرارة وأيضا مصاب بداء السكري، قال أنه لحد الآن الحمد لله السكري عنده يعني متوازن بحيث أنه يلاه قاس الخزان قبل شهر رمضان بأسبوع وقال أنه لقى تقريبا 6.8 في الخزان. المشكل اللي عنده قال أنه المرارة زولها وهذا أول شهر رمضان اللي غادي يصومو بلا العضو ديال المرارة، فهو متخوف قال ما عرفش شنو النظام الغذائي اللي غادي يقدر ياخذ. وقال الحمد لله الطبيب ديالو اللي هو متبع معاه من أجل النظام ديال السكري يعني قال له ممكن أنك تصومو بدون مشاكل، ولكن بقى عنده التخوف فقط فيما يخص المرارة. نعم جيد. أولا نبغي نوصل سلام الحار ديال أهل مدينة البغاز مدينة طنجة الميد راديو، لأن كانت عندي محاضرة يوم الجمعة في مدينة طنجة. وإن شاء الله فقط للتذكير أن الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد إن شاء الله بعد صلاة الظهر في المركب السوسيو ثقافي في مدينة تطوان إن شاء الله غادي تكون الناس ديال تطوان الناس ديال الحمام البيضاء على موعد إن شاء الله مع محاضرة فيما يخص رمضان والإجابة على الأسئلة التي تتعلق برمضان. أكيد الأخ ما كان حيدوا المرارة، فالنظام الغذائي ما كان حيدوا المرارة لأنك نسمعوا هذه المسألة ديال أنك ممكن تعيش بلا مرارة. جيد ممكن يعيش بلا مرارة، غير هو يجب أننا نكمل المعلومة هو أننا ممكن نعيش بلا مرارة في ظل نظام غذائي يكون عادي ويكون نظام غذائي جيد. بالنسبة لنا احنا المرارة لما كنعرفوا الوظيفة ديالها كنعرفوا شنو خاصنا نديرو إذا حيدنا هاد المرارة. فالمرارة هي واحد العضو اللي كيجمع واحد العصارة ديال الكبد كتجي من الكبد وكتفرز فيها. هاد المرارة هادية كيكون فيها هاد العصارة مجموعة مي كيوصل لأكل للأمعاء، فالأمعاء تفرز هرمون سميتو سيسيكا الكوليسيستوكينين. هذا الهرمون هو اللي كيخلي المرارة أنها تتحرك وتخرج هذاك الكونتينيو ديالها. غير بالنسبة للناس دابا كوقاية، رمضان هو وقاية رائعة جدا من الحصوات ديال المرارة. لأن شنو كيوقع الناس باش كيحيدوا المرارة؟ مسألة بسيطة جدا وأنه كيكون الأكل اللي كياكلوا هو أكل لا يمت بسلال فيزيولوجيات الجسم، واللي عنده مشكل في المرارة أكيد كيكون عنده عبء كبير على الكبد كيبقاو يتكونوا بعض الحصوات في المرارة. وهاد الحصوات في المرارة شنو كيديروا؟ كيبقاو يقيسوا داك الجناب ديال المرارة وكيعطيو آلام، أقول آلام حادة جدا، آلام لا تطاق. داكشي علاش حتى الناس اللي كيكون عندهم الحجرات صغيورين في المرارة كنخافوا حنا انها تكون ميغراسيون، انها تكون هاد الحجرات هادو ما يمشيو، لان من المرارة هابطة واحد القناة كتسمى الكانال سيستيك، من الكبد هابطة واحد القناة كتسمى الكانال ايباتيك، وكيتلاقاو بجوج في الكانال كوليدوك. هاد القنوات هادية حنا نخشى ان هاد الحجرات هادو ما يوقفوا في داك القنوات ويسدوا لنا داك القنوات، داكشي اش كتكون متابعه. بالنسبه للناس اللي كيوصلوا يحيدوها كتكون الام حاده، والمشكل ديال المراره يحل بشكل رائع جدا في رمضان. انا بغيت نقول للمستمعين والمستمعات واحد المساله بلغه العصر، لو اننا نديروا واحد فيلم وثائقي على ماذا يقع في الجسم ديالنا خلال رمضان خلال الصيام بصفه عامه، والله العظيم سندهل. الإنسان سيخر ساجدا لداكشي اللي كيوقع في الجسم ديالنا وحنا صايمين. إلا خدينا واحد المقطع صغير واحد المقطع من الفيلم اللي كيوقع في الفيزيولوجيا ديال الجسم، ولا كان هذا السيناريو كتبناه ودرنا واحد الفيلم وثائقي على شنو كيوقع الجسم، العجب العجاب اللي كيوقع في الإنسان، رحنا غارقين في الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى. طيب نعطينا شهاد بسيط من الجسم ديالنا اللي كيوقع خلال الصيام. فإلا جينا صورنا فيلم ديال مهاجمة الخلية المناعية للخلية السرطانية، غادي نبقاو نحمد الله سبحانه وتعالى طول الحياة ديالنا.
وانت صايم فيلم قصير الا بغينا نصوروه كتجي الخليه المناعيه كتوقف على الخليه السرطانيه كدير فيها ثقب وكتكب فيها واحد بالدارجه بحال ما القاطع كيتسمى المونوكسيد دازوت وحادي اكسيد الازوت كتكبو فيها وداك الخليه السرطانيه كتموت وكتطلق واحد المواد هي اللي كتخرج على شكل ما يسمى واللي سماه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خلوف الصائم هي ديك الرائحه ماشي رائحه الكريهه الرائحه اللي كتكون في الفم ديال الصائم فهذيك راجعه لفيزيولوجيه الجسم اذا قلت انا الناس الله سبحانه وتعالى كيقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها لو ان شي شخص كتب لنا الفيلم ماذا يقع في الجسم البشري خلال الصيام وعرضنا هذا الفيلم هذا فسنرى العجب العجاب فقط الناس اللي عندهم المراره قبل ما نحيدوها فخلال الصيام بتغذيه جيده لان الصيام شنو هو؟ هو هدم وبناء ولكن البناء انطلاقا مما نعطي للجسم من معدات ووسائل غذائيه الصيام هو الثوره يقوم بها الجسم على الجهاز المناعي على كل الخلايا وبالتالي هذا الشيء هذا كامل كيوقع في الجسم ديالنا احنا يكفي ان تكون النيه ويكفي ان الانسان يصوم بالقواعد ديالها ويكفي انه يصوم بالنصائح اللي وصى لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فنقوم بواحد الاشياء رائعه كتوقع لنا في الجسم ديالنا اذا بالنسبه للاخ اللي محيد المراره راه في رمضان ولا في غير رمضان المراره ما يؤدي المراره في الحاله ديال اللي محيدينها ولا محيدينهاش هي المقليات ما يؤدي المراره هو الحلويات ما يؤدي المراره هو هاد الشباكيه اللي كناخذوا دابا ما يؤدي المراره هو هاد السلو بنسبه كبيره اللي كناخذوا دابا لان زريعه الكتان وحبه حلاوه والنافع جيده ولكن ما لما نحولها بطريقه غير جيده فهنا كنكونوا كناديو المراره ديالنا لما كناخذوا اشياء يعني واحد الجمع الخطير بين هاد الاغذيه كلها فهنا كنكونوا لا لا لا, لا كناديو هاد المراره هذه لا بالنسبه للانسان اللي ما محيداش في الوقايه ولا بالنسبه للانسان اللي محيدها الانسان اللي محيدها يتكبد الكبد عناء انه يولي يقوم بالدور ديال المراره ولكن بشرط انك تعطي الجسم ديالك اغذيه اللي انت تاكلها عفوا ماشي هي اللي كتاكلك واجمل شيء نعطيوه للمراره ونعطيوه للكبد بانها تشتغل هو زيت الزيتون فزيت الزيتون هو من اجمل الاغذيه للناس لا الوقايه من مشكل المراره ولا الناس اللي محيدين المراره لان كتكون عندهم غازات زائد الناس اللي عندهم محيدين المراره لابد من الخميره البلديه علاش لان كتكون عندهم غازات كثيره علاش نظرا للاكل اللي ما بقاتش هذه المراره هذه كيولي الكبد كيعطينا واحد الكميه ولكن واحد الكميه قليله كيكونوا بعض الانواع ديال عسر الهضم باش نتجنبوا هذا المشكل نقصوا من الغازات واول شيء خاصنا نديروه هو الالتزام بالخبز بالطريقه الصحيحه اللي كنهضروا عليها نعم ومن هاد من تما راه كتسولك استاذ الحليمي لانه في العاده ديالهم كيعملوا الحريره الحامضه وكتسولك واش الحريره الحامضه كتاثر ولا عندها علاقه بحموضه الدم ربما احنا كنا تكلمنا عليها شحال من مره الشيء اللي خلى ام نواد وتنا صراحه استغربت من السؤال ديالها قالت الحريره الحامضه واش عندها علاقه بحموضه الدم جيد الوغ اولا الحريره في التاريخ ديال المغرب سميتها الحريره الحامضه والحريره اصلا كانت سميتها الحريره الحامضه لانها كتصاوب بلا 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 بالخميره البلديه فقط انا بعض الاخوان كون لما كنهضروا في المحاضرات ولما كنهضروا على في بعض البرامج على كيفاش نجمعوا الحريره بالخضره كاين بعض الناس اللي كيقولوا يا استاذ راك نسيتي البطاطا نقول لهم ماشي انا نسيت البطاطا ولكن تعمدت انني ما نجبدش البطاطا لان حنا كنعطيو الناس حلول خارجه على الحلول الناس كي الا جمعتيها بالبطاطا بحال الا جمعتيها بالطحين بالنسبه لي انايا داكشي علاش انا لا احبذ انني نجبد البطاطا اصلا يعني بالنسبه لنا الحريره لا تجمع بالبطاطا الحريره تجمع بالخضر اللي هضرنا عليها قرعه الحمراء لفت الصفر لفت الابيض خيزو هادو كاملين بهم باش كنجمعوا الحريره وحنا راه في, 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 في رمضان وشخصيا حنا كنديروها يعني كتجي من احسن ما يوجد في لا تيكستور الناس اللي كيقلبوا عليها زائد لا كولور مي تبغي تجيك هاد لا كولور دير نديرو ماطيشا بواحد النسبه كبيره فقط باش يكون عندنا هاد اللون لان الامهات شنو كيوقع لهم؟ انهم كيزيدوا الطحين مي كيزيدوا الطحين كتبيض لهم مي كتبيض لهم خصهم يزيدوا شي اشياء هاد الاشياء ردوا لها البال الحريره الحامضه وحموضه الدم كذلك هناك علاقه مباشره راه هو بشكل ايجابي ماشي بشكل سلبي يعني باش نفهموا الحموضه فالجسم ديالنا فيه قدره الهيدروجين ما يسمى بالبي اش مثلا اذا خديتي ليمونه البي اش ديالها اسيد حمضي اذا خديتي اغذيه اخرى فالبي اش ديالها قاعدي غير كاينه بعض الحاجات اللي حنا كناكلوهم
ماشي فورسيمون انهم عندهم البي اش حامضي راهم غادي يعطيونا السيدوز مثلا البرتقال ولا الحواميد كلها. الحواميد كلها لي زاغروم عندهم البي اش اسيد ولكن ملي كيدخلوا للجسم كيعطيونا توازن في القاعديه ديال الجسم. شوف الجماليه ديال الطبيعه. فكذلك الخميره البلديه، الخميره البلديه كنقولوا الخميره الحامضه ولا الحريره الحامضه، هذا لا يعني انها غتعطينا حموضه الدم، وهذه علميا غير موجوده باش نحسمو. اللي كيعطي حموضه الدم بشكل مباشر هو المصادر الحيوانيه، هو الخبز الابيض، المصادر الحيوانيه كلها بدون استثناء. ملي كنقولوا البيض البلدي، الدجاج البلدي، كل شيء، داك الشيء اش كنقابلوه في بعض الاغذيه. جميع المصادر الحيوانيه فيها كبريت، فيها فوسفور، كتعطينا اسيدوز، كتعطينا حموضه. اللي كيعطينا كذلك اكبر غذاء على وجه الارض اللي كيعطينا الحموضه هو السكر، من موراه الخبز الابيض الدقيق اللي الناس كيعرفوه، الدقيق فرش، هادو من الاغذيه اللي كتعطينا حموضه. ومن ونقدر نسميه هو اعتداء على الجسم انك تبقى صايم النهار كامل وتاخذ هذه الاغذيه هذه. فقلت انا يا ما ننساوش بلي رمضان والصيام هو هدم وبناء، ماشي بوان، وبناء انطلاقا مما تعطي للجسم من معدات ووسائل غذائيه. معنات انك هذيك الخلايا اللي كتجدد لك انت واللي كتموت كل على طول النهار، فوقاش كتجدد ساعتين من مورا وجبه الافطار. علاش؟ لان يعني تعتمد على شنو عطيتي للجسم ديالك وجبه الافطار. مثلا لا ممكن نفطروا مثلا التمر. علاش كنهضروا حنا على التمر؟ خاصنا نعرفوا بلي في الطبيعه كلها ما كاينش شي غذاء عنده صفر مخلفات الا التمر. ما كاينش شي غذاء في الطبيعه عنده صفر مخلفات، اي غذاء في الطبيعه الا وكتلقى عنده مخلفات الا التمر. فالتمر عنده صفر مخلفات، وجميع المعادن والاملاح المعدنيه اللي كيحتاجها الجسم كاينه في التمر. فبالنسبه لي انايا الحريره الحامضه جيده جدا، هي سميتها اصلا الحريره، سميتها الحريره الحامضه لان يعني الناس كانوا كيشبعوها بالخميره البلديه. بالنسبه لي انا كعلاقه يعني سببيه سلبيه ما كايناش، بالعكس كاينه علاقه سببيه ايجابيه بين الخميره البلديه، بين الحريره الحامضه اللي كنجمعوها بالخميره البلديه وبين الجسم ديالنا والدم ديالنا. نعم. لكل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا فعلى 05 22 46 72 51 اذا 05 22 42 72 50 51 او 52. فغادي نمشيو بطبيعه الحال ونتواصلوا مع المستمعين الكرام، ولكن قبل استاذ الحليمي غادي نمشيو كذلك باش نتكلموا، وربما الموضوع ديالنا في الحلقه ديال اليوم هو الاستفاده من الصيام، وغادي نمشيو ربما باش غادي نتكلموا على الاسبوع الاول. فإلا سمح لي استاذ الحليمي غادي نقسموا بطبيعه الحال هكذا باش حتى المستمعين الكرام يتبعوا معنا المعلومات تكون كتوصلهم بشكل اللي هو يعني مفيد اكثر. فغادي نقسموا بطبيعه الحال حتى الفائده. فاذا تكلمنا على يعني الايام الاولى من الصيام خلال شهر رمضان الكريم، وكنعرفوا على انه الكثير من الناس ربما كيحسوا بتغيرات اللي كتكون واضحه او اللي كتكون باينه، فاشنو اول نصيحه ممكن نقدموا للمستمعين؟ اولا الايام الاولى وخاصه الثلاث ايام الاولى، اربع ايام الاولى، الناس كيحسوا شي شويه بواحد العياء. هاد العياء هو رب ضرة نافعة. علاش؟ ملي كتكون عندك واحد الشوكة في يدك غادي مثلا كتقطع البقولة ولا خدام في الفلاحة كضربك واحد الشوكة كتبغي تحيدها، لابد أنك تحيدها بواحد الآلام. فاحنا الجسم ديالنا شنو كيدير في الأيام الأولى؟ الجسم ديالنا في الأيام الأولى يوصل السموم إلى الأبواب. شنو هي الأبواب؟ الأبواب كنسميو حنا لي زيمونكتواغ. شنو هما لي زيمونكتواغ؟ كاينين أربعة، كاينة الرئة، كاينة الكلية، عفوا الكلوة، أنا يعني في اللغة العربية كنقولوا الكلوة، وكاين الجلد، الكلوة الثالثة، وكاين الأمعاء. فهذوما كيتسموا لي زيمونكتواغ، الأبواب. مثلا أنت غتسيق الدار ديالك خاصك منين تخرج داك الماء، هكا 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 تعودنا في الحياة اليومية ديالنا. فاحنا الجسم ديالنا ملي كيوصلوا هاد السموم، الجسم متقل بالسموم. نعطي مثال بسيط جدا باش هكا نكونوا في صلب الموضوع. فتصور أن الإنسان العادي، الإنسان البالغ العادي، عنده مخزون ديال 108 بلغه الارقام، لان كاين بعض الناس اللي هوات هاد الكيلو كالوريات وهاد الاشياء هادية، 180 الف كيلو كالوري اللي عند الانسان البالغ كمخزون. عفوكم ندقوا في هاد المساله باش نعرفوا شنو الخطوره ديال الصيام ما كنقوموش به بالدور الجيد. فالجسم البالغ اليوم اضعف واحد، الا خدينا اضعف واحد، عنده 180 الف كيلو كالوري ديال المخزون. معنات انك الا كنتي انت كتستهلك في النهار، وبلغه الارقام عاوتاني الناس كنستهلكوا 2200 2300 كيلو كالوري. الا شدينا 180000 وقسمناها على 2200 كتعطينا 81 تقريبا 80. يعني انت
عندك المخزون ديال 80 يوم بالتقدير. ما هي ما خاصناش نديروها، ولكن للاستئناس ممكن ما تاكلش 80 يوم، فقط للاستئناس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والوصال هي أدنى المغرب، لان الفوائد ديال الصيام تنحصر بين الفجر بين السحور والفطور. ان فوا تكون انت صايم قبل السحور يعني ما تسحرتيش راه خطر، ان فوا تبقى صايم من بعد ما أدنت المغرب فهو خطر. فالخطر سا ديبون عليك نتايا واش فرقتي الصيام او لما فرقتي الصيام. فالجسم ديالنا باش ناخذوا فكره 180 الف كيلو كالوري، مي كنقسموها على 2200 كيلو كالوري، فالجسم عنده مخزون ديال 80 يوم. هذا شنو كيعني؟ كيعني انك انت راكمتي السموم وراكمتي الدهون على طول السنه مزيان، عندك مخزون. فهذا المخزون لابد انه يجي واحد الشهر اللي خاصك تستهلكوا فيه، ماشي نزيدوا عليه. معنات ان ما كيجي رمضان شهر من اصل 12 شهر، فهاد رمضان خاصو يكون لاستهلاك المخزون ماشي لاستهلاك الميزانيه واستهلاك الاكل. فالاستهلاك المخزون ديالك علاش؟ باش ما تجيش العام الجاي بمخزون اخر، وهذا هو الهدف الرئيسي من رمضان. الناس غيقولوا يمكن ان نتساءل ان علاش الله سبحانه وتعالى عطانا 30 يوم في رمضان، علاش ما ندوزوش 10 ايام وصافي راح نسمنا رمضان؟ الحكمه هي كالاتي، ان الانسان يجدد الجسم ديالو كل 7 سنوات الا في رمضان، وهذه هديه للمسلم. انت كمسلم اولا قبلتي ان الانسان يحمل الرساله، ربي كرمك واعطاك كل شيء خدام معك، الكون كله خدام معك، زائد انك مادام دخلتي للاسلام ربي اعطاك هدايا ماشي هديه وحده، راه غارقين في رحمه الله سبحانه وتعالى. والهديه اول هديه في الصيام انك تجازى كاش، كل شيء كيبغي اليوم الكاش، فالجسم ديالك يجازى ان فوا تاذن المغرب وتفرق صيام، كيكون عندك الجزاء الديني والجزاء الصحي والجزاء الاجتماعي والجزاء النفسي والجزاء الثقافي والجزاء المادي والجزاء الاقتصادي، فالرحمه ديال الله سبحانه وتعالى غارقين فيها. اذا انت ميكت ان فوا الجسم ديالنا حنايا ميكت صوم ميكت نوي تصوم، فالمسلم احنا الجسم ديالنا يتجدد كل 7 سنوات الا عند المسلم، فهو يتجدد كل سنه في رمضان. مثلا علاش 30 يوم؟ نتصوروك وكان رمضان فيه غير 10 ايام. مي كتبدا انت 10 ايام الاولى في رمضان، ف 10 ايام الاولى يتجدد 35% من الجسم ديالك، باقيين طامعين اكثر، ما بغيناش غير 35، ما كرهناش نوصلوا ل 100%. فالله سبحانه وتعالى ورحمه الله سبحانه وتعالى زدنا ال 10 ايام الثانيه 20 يوم. 20 يوم كيتزدد 75% من الجسم ديالك، باقيين طامعين اكثر، بغينا نزيدوا اكثر من التجديد. زادنا الله سبحانه وتعالى 10 ايام الثالثه 30 يوم. 30 يوم يتجدد 95% من الجسم ديالك. تصور انت ملي كتخرج من رمضان كتخرج بحله جديده، كتكون دخلتي لواحد الحمام بيولوجي، 95% من الجسم ديالك تجدد. كاين بعض الناس غيتسالوا الان غيقول لك علاش ما نزيدوش 10 ايام الاخرى 40 يوم؟ ممكن نزيدوا، لكن كنزيدوا 6 ايام من شوال. علاش؟ شوف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه بست ايام من شوال كانما صام الدهر كله. هذه دينيا، اذا صمتي رمضان وصمتي 6 ايام من شوال بحال اذا صمتي العام كامل. نشوفوها صحيا، فصحيا مي كتصوم نهار كتحيد السموم ديال 10 ايام، معناته مي كتصوم 30 يوم كتحيد السموم ديال 300 يوم. فكنزيدوها 6 ايام من شوال، 6 ايام من شوال كل نهار حيدتي 10 ايام ديال السموم، يعني 6 ايام مضروبه في 6 هي 60، زائد 300 ديال رمضان هي 360. فالفائده الصحيه كذلك كتكون على طول السنه. فعلاش عطانا الله سبحانه وتعالى 30 يوم؟ وعلاش كنجددوا فقط 95%؟ لان 5% اللي بقات هي خلايا الذاكره لا تتجدد، سينون كل رمضان خاصنا نعاودوا نقراو ونعاودوا نقراو ونشدوا الدبلومات ونعقلوا على والدينا وهاد الاشياء ديال. اذا نشوف رحمه الله ان العشره الاول الاولى من رمضان، كاين بعض الناس كيقول لك لا انا نهار الاول جاني عياء. مزيان، هذاك العياء هو وصول السموم عند المخارج ديال الجسم، عند الابواب ديال الجسم، الكليه، الجلد، وحبذا لو ان الانسان يتحرك في رمضان يجب ان نتحرك. مي كنتحركوا الجسم ديالنا ينتج مواد، وكاينه مواد تجدد الخلايا الدهن. اي شخص، اي مختص في العالم اذا مشيتي قلتي له الخلايا العصبيه يقول لك لا تتجدد،
لكن في رمضان تتجدد بفضل واحد المادة سميتها البد دي ان اف او الفاكتور نيوروتروفيك. يتجدد الخلايا الدماغ تتجدد عند الصيام. فالإنسان لما كيتحرك كينشط الجلد ديالو، هانت خرجتي السموم من الجلد ديالك. فلما الإنسان كيتحرك كينشط الكلية ديالو، هانت الإنسان شرف الله وقدركم يتبول. فالإنسان لما كيتحرك كينشط الرئة ديالو، هانت خرجتي السموم في الرئة. لما الإنسان يتحرك كتنشط الأمعاء ديالك، فأنت خرجتي هاد الفضلات وهاد السموم. فأربعة ديال الأبواب تنشطها، وهذا ما يحدث في العشر أيام العشر الأولى من الصيام في رمضان. نعم. مع المستمعين الكرام غادي ناخذوا فاطمة على الخط معنا من أسفي. مرحبا بك فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك وشاركم. أهلا وعليك فاطمة. عافاك الله يجازيك بخير. أنا كنت غنسول على الحليلة الحامضة، و دابا حنسولك عليها سيدة قبل. نعم سمعتي الجواب. أيه. أي سمعتي الجواب. دابا غير دابا بحال دابا العصير داك الشيء فوق منها والصالح أو لا حتى ديال الخضر الجزر داك الشيء. وواحد السؤال ثاني، دابا انا عندي مرض مشوفية الله يجازيك بخير. أيه. وقال لي الطبيب ما صوميش. ودابا انا هاد الثلاث ايام صمتهم وخفت، ما حيت قال لي راه ممكن يمشكوا لك الجسم كله. دابا حيت وصلت واحد المرحلة الرابعة. نعم انت في المرحلة الرابعة من المرض. أيوة. وهذا ودابا انا خايفة من الصوم هاد الايام، راني فقها مزيان الحمد لله. غير واحد شوية حرق البول حسكم، ولكن كنشرب الماء زايد زايد زايد. المهم شوية الحمد لله والله يجازيك بخير. وإلا كان ممكن تعطوني الرقم ديال الدكتور، راني نسيت في المرحلة ما كنتفوش. حسكم نعم. واخا فاطمة ما تقطعيش، رجعي ستوندار باش تاخدي الرقم الهاتفي الخاص بوساد الحليمي. مشكورة فاطمة. نعم. تواصلتي معنا من أسفي. رسالتك اليوم وساد الحليمي ما كرهتهاش أنها توصل. نعم. لكل الناس اللي. نعم. الطبيب القرار ديالو واضح، كيقول له إلا صمتي كيعطيه المضاعفات وشنو غادي يوقع عنده. ورغم هكذاك. نعم. وشوف فاطمة راها في المرحلة الرابعة، شوف شحال من مرحلة تجاوزتها في المرض، يعني وصلت. نعم. المرحلة الرابعة يعني مرحلة اللي هي يعني متقدمة بزاف، ورغم هكاك كتصوم. نعم. هو اولا الصيام هو لارضاء الله، هذه اول حاجه. نعم. انت ملي غدير واحد العمل الهدف ديالك هو انك ترضي الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى عطاك رخصه ملي يكون عندك واحد المرض، وهذه الرخصه هذه البت فيها كان واحد المختص، فاش باش يرضي عليك الله سبحانه وتعالى خاصك ما تضرش الجسد ديالك، فالجسد ديالك هو امانه. وقلت انا يا المساله ديال الصيام كاينه جوج نقاط اساسيه، كاين المسؤوليه الاولى ديال المختص اللي خاصو يدرس الملف بشكل صحيح، وكاين المسؤوليه الثانيه. والحمد لله هذه المسؤوليه هذه راه تقريبا كلشي كيقوم بها، كاين بعض الحالات ولكن اغلب الناس اغلب المختصين الحمد لله راه كيقوموا بهذه المسؤوليه هذه. والمسؤوليه الثانيه هي ديال الشخص اللي عنده المشكل. فالطبيب عطاك انك ما تصومش الا وربنا على اشياء اللي من ما يعني انت ما خاصكش تصوم. فهاد المسؤوليه هاد الشرطين الى تحققوا، الى تحقق شرط الدراسه ديال الملف وتم القرار ان الانسان ما يصومش، فانا مع هاد المساله هذه باش نحسموا في هاد النقطه هذه، لان تضر جسمك من حيث اردت ان تنفعه. فالطبيب قال لك ما تصومش، مسؤوليه عليه ومسؤوليه عليك انتيا. فانت كتصوم هو قال لك ما تصومش، فراك ما لا ترضي الله. باش نحسموا في هذه النقطه هذه. فقط النقطه الثانيه هو غادي نهضر على هذه المساله ديال الماء فيما يخص الناس العاديين اللي كيصوموا. اولا ما نساوش بلي حنا بالصيام نضع خطوه صحيحه نحو الطريق الى الصحه. الجميل انها كتكون خطوه فرديه وخطوه جماعيه. الانسان لما كيجي هنا غادي نعطيه هذا العنوان، فوائد العطش في عند الصيام، وغنزيدوا لها الشطر الثاني بين السحور والفطور. شنو هي فوائد العطش؟ الله سبحانه وتعالى يقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تصور ان الانسان خلال رمضان كيكون الاحتفال بالشهر العالمي ضد الامراض. الصيام هو دليل كنمشيو به وكنتصروا به على الامراض. الصيام كيداوي امراض الان اللي عجز كنسطر عليها بقلم احمر.
عجز الطب على أنه يداويها، يزيل المفاجآت الضارة وكيعطيك واحد الإنصات للجسد ديالك. فمي كنكونوا عطشانين، مي كنكونوا عطشانين فالجسم كيدخل في واحد ستريس. الجميل شنو هو هاد الطريقة ديال هاد لو ستريس هذا؟ لأن خاصنا نعرفوا بلي حنا المسلمين منذ 1400 سنة وحنا فرض علينا الصيام في الغرب باش اكتشفوا فوائد الصيام، اكتشفوها غير بدك الناس اللي دخلوا في إضراب على الطعام، بدك الناس اللي ما اللي كيجوعوهم إذا بهم كيلقاو هاد الفوائد ديالها. فاحنا عندنا فريضة في الإسلام وسبحان الله وصلوا هما وصلوا أنهم يهضروا على الصيام الإسلامي. نعطيها علاش؟ لأن دابا في أوروبا ما يقارب 127 تقريبا وصلوا 130 مركز يسمى من مركز التجويع، هما بداو بلو جون إدريك. لو جون إدريك هما أنهم كيصوموا كيخليوا الماء، لقاو الفوائد، ما كاينش فوائد أبدا حتى وصلوا للجانب الديني. شوف شوف الإسلام باش باش كرمنا. فأنت ملي كيجيك العطش وملي كتحبس على الأكل وحتى الماء كتدخل الجسم ديالك في واحد ستريس، هذا كيتسمى واحد لالوا، كيتسمى لالوا دوغميز. شنو هي؟ هو أن الجسم ديالك، وشوف شحال ديال الفوائد، أنت ملي كتكون عطشان شنو كيوقع هذا لو ستريس؟ الجسم ديالك ينتج كيتسموا لي كاتيكولامين. شنو هما؟ الأدرينالين والنوغادرينالين. شنو كيوقع لنا؟ كتوقع لنا داك الميكرو سيركولاسيون ديال داك العريقات الرقاق في الدماغ، هاد الدماغ ديالك تغدى، العريقات الرقاق في العين، هالعين ديالك تغدى، كيطلع ما يسمى بالدوبامين. وللإشارة شنو هو الدوبامين؟ الدوبامين هما عند الناس المدخنين هما عند الناس المدمنين، كل واحد مدمن على شي حاجة فالدوبامين يرتفع. فأنت في رمضان عندك فرصة أنك تقلي على كل العادات، وعلميا أي عادة باش نحيدوها أو لنزيدوها، يعني باش نزيدو عادة زوينة أو لنحيدو عادة خايبة، خاصنا 21 يوم هي الدورة ديال الخلية. الله سبحانه وتعالى زدنا 9 أيام. فأنت بالصيام ديالك في النهار ديال رمضان ترفع نسبة الدوبامين اللي هي كنسميوها حنايا اللي كينتجها الجسم. وإلا طلع لك الدوبامين، لأن الإنسان المدخن كيشوف السيجارة كيبدا يدخن علاش كيعجبو الحال بين قوسين واخا راه مخدوع، لأن كتطلع نسبة الدوبامين. المدمنين على الخمور كتطلع نسبة الدوبامين. فرمضان كيعطيك جائزة في الصيام، كتكون عندك جائزة كتطلع نسبة الدوبامين. ونسبة الدوبامين ملي كيطلع الجسم ديالك يتخلى على الحاجة على الإدمان، سواء كان على أشياء كلها اللي فيها الإدمان. زائد أن الجسم ديالك كيرفع نسبة التستوستيرون، هانت عندك خصوبة، يعادل نسبة الاستروجين، هانت عندك خصوبة ونقص عندك بالنسبة للمرأة ليزوفير بوليكيستيك ولا التكيس المبيض. زائد أننا من كنكونوا عطشانين، وفوائد العطش في رمضان باش الناس يعرفوا باش ما نبقاوش نخافوا من هذا العطش، لأن يعني كاين بعض المختصين كيقول لك لا ما تحركش مزيان راه غادي تعرق، ومي غادي تعرق غير نقص لك الماء، ومي غادي نقص لك الماء غادي نشفوا لك الكلاوي. فهاد الشيء هذا لا يموت بصلة الفيزيولوجية الجسم باش نحسمه، وكنهضر أنا على الحالة العادية. فأنت ملي كتكون صايم وكيجيك العطش كينقص واحد الهرمون سميتو الأدأش، الهرمون أنتي ديوريتيك. هي أشياء تقنية ولكن حنا كنبرمجوها لأشياء عملية. هاد الهرمون أنتي ديوريتيك بالمناسبة ماشي الغدة النخاوية اللي كتصاوبها، كيتصاوبها الميهاد ليبوتالاموس، وكتجمع هي في الغدة النخامية. شنو كديرنا؟ كاين دابا واحد لو ديابيت، الناس ربما ما كيهضروش عليه، واحد لو ديابيت من نوع خاص سميتو لو ديابيت أنسيبيد. شنو هو هاد لو ديابيت أنسيبيد؟ كيكون الناس عندهم مشكل في هاد الهرمون اللي الكليه ما كتكونش كتستجب له. مي كينقصنا، كاين الناس اللي غايقول لك الا نقصنا هاد الفازوبريسين ولا هاد الهرمون شنو الدور ديالو؟ مي كتكون انت عطشان في رمضان، الا عطشتي في 9 الصباح راه عندك مشكل، عطشتي في 10 الصباح راه درتي مشكل، خديتي الصوديوم بنسبه كبيره، ما تسحرتيش بزاف الامور. اما كنهضر على العطش اللي كيبدا من بعد جوج ديال النهار، من بعد ثلاثه. فنقص الادي اش هرمون ما يسمى بشرف الله وقدركم هرمون البول او الهرمون اونتي ديوريتيك او المانع للبول. فهاد الهرمون هذا ملي كينقص شنو كيوقع؟ يرفع انتاج الاي تي بي، والاي تي بي هو ادينوزين تريفوسفات، هذا هو الطاقه ديال الجسم ديالنا. معناته انت في رمضان ملي يجيك العطش، وفي رمضان معناته اللي قال، واستسمح لهذا المصطلح، اللي قال انا عيان في رمضان فهو علميا كذاب. علاش؟ لان انتاج الطاقه في المتقدرات كتزاد ملي كينقص هذا الهرمون ملي كيكون العطش. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن ملي كينقص هذا الهرمون فكتزيد القدرة الذهنية تقريبا ثلاثة الأضعاف، زيادة الذكاء، زيادة التركيز، تجدد الخلايا العصبية أتخافيغ واحد الفاكتور اللي كنسميوه حنا البي دي إن إف ولا الفاكتور نوغوتروفيك. زائد أن لوغي والكرياتينين كتنقص،
لا كليرونس كتزيد، العمل ديال الكليه كتزيد، تحسين وظائف الكلي. وشوف سبحان الله كيكون عندك حصص مجانيه ديال الدياليز، دياليز طبيعي، الجسم ديالك كيدير تصفيه الدم مجانيه طبيعيه ديال واحد جوج المليون ديال 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 عندنا مصفات، عدد المصفات في الجسم ديالنا كيوصل جوج المليون. اكثر من هكا مي كيجيك انت العطش، واللي كتكون كاين بعض الناس اللي كيبغيو يترمضنوا بسبب هذا العطش هذا، مي كيجيك العطش كذلك فيتم رفع الهرمونات الجنسيه، ويتم رفع نسبه التبويض، ويتم رفع الحيوانات المنويه، ويتم تحسين الليكيد امنيوتيك اللي كيعطي واحد الحركيه للحيوانات المنويه، يتم واحد التضخم ما كيبقاش ديال البروستات وكتنقص البي اس ا، والناس كيعرفوا البروستات وعلاقتها بالبي اس ا. اذا شهر رمضان وشهر علاج الكليه، شهر الانتاج الطاقه، شهر للذكاء، شهر للتركيز، شهر العلاج لعلاج المشاكل الانجاب لا عند الرجل ولا عند المراه. وهذه بالنسبه لنا حنايا، زائد انك انت هاد الفازوبريسين كتحرك منها كذلك في واحد السيستم كيتسمى سيستم غينين انجيوتونسين الدوستيرون، فهو يعدل الضغط الدموي. شوف ده، شوف ذاك العطش، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شوفوا فوائد العطش عند الصيام. فاحنا بهذا ربما الخوف ديالنا ولينا كنديروا العكس، مع العلم ان مين يجيك العطش في رمضان وهذا الشيء الناس كيلاحظوه. انا شخصيا لان هذه الحاله هذه والناس كتعاود هذه الحاله بزاف، كتكون وصل جوج ونص كيجيك العطش، كتصبر غير واحد نص ساعه داك العطش كيمشي. ماذا يقع في الجسم البشري؟ فجسمك يحول دهون الى ماء. علاش؟ لان باش ما ينقصش الماء المرتبط، لان الا نقص الماء الحر ما خصوش يتقص الماء المرتبط لانه استراتيجي. وهذا الشيء كيوقع حتى عند الجمل، الجمل ماشي حيت كيشرب بزاف، ولكن حيت داك السنام ديالو كينقص ويحول الماء، عفوا المواد الدهنيه الى ماء. والله سبحانه وتعالى يقول افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اذا العطش ماشي نقمه بقدر ما هو نعمه، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. توصلنا دائما مع المستمعين الكرام، هذه المره ام لينا معنا من مراكش. مرحبا بك ام لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عواش مبروكه رمضان كريم. يا رب ان شاء الله بكل ما كتمنى يا ام لينا. يا بامين وكنشكر الدكتور لانتميمي. شكرا. الله يخليك. انا بغيت نتكلم مع الدكتور حليم. اي تفضلي ام لينا. عندي مشكل ديال جرثومه المعده، كتكرر ليا هذه ثلاث سنوات. نعم. رمضان ديال 2015 ورمضان ديال 2016، ودابا هاد الايام دابا بحال درت التحليله لقيت ثاني بان راه عندي هاد الجرثومات. ما عرفتش اشنو الاسباب. انا المهم كنقول بان عندي دائما التهاب ديال المعده العام الاول، كان عندي مشكل في العظم، كنت كناخذ دوك لي زونتي انفلاماتوار. العام الثاني والله ما عرفتش شنو السبب، المهم تلقيت المعده عندي ذاك المشكل. هذا العام عندي كنت درت عمليه ديال القلب ديال الشرايين، وكناخذ تريتمون ديال القلب اللي هو فيه داك الشيء دلاسبيرين، يعني ضروري. من نهار درت العمليه وخديت تريتمون وانا كنعاني من المعده. عندي دائما هذيك الحرقه تحت المعده هذه، ومن ثم وانا كناخذ الدواء ديال المعده. شنو كان القرار ديال الطبيب ديالك على الصيام ديالك عافاك؟ نعم دكتور. القرار ديال الطبيب ديالك على الصيام ديالك شنو كان؟ قال لي ما نصومش. نعم. قال لي ما نصومش لانني غادي نغير في التوقيت ديال الدواء وهذا الشيء. نعم. وكنت حاول، قلت انا المشكل مطروح عندي هو المعده، لان دائما عندي الحراره عندي في المعده تحت بحال اللي عندي جرح في المايه. واخا كديري خميره بلديه؟ نعم دكتور. كديري خميره بلديه؟ كندير الخميره بلديه. شحال تقريبا المده؟ ماشي بزاف. شحال؟ ماشي بزاف. راه كندرتها وكتخسر ليا. لا غير قول لي المده شحال كدير؟ واش يومين، ثلاث ايام، ثلاثه الاسابيع، سيمانه، شحال وانت كديري خميره بلديه؟ نقدر نكون نقول لك شي ثلاث اسابيع. نعم. نجاوبك ان شاء الله بيك. درتها من قبل ولكن كنقطع، كنحاول نقطع. نجاوبك ان شاء الله بيك. واخا ام لينا نجاوب على سؤالك. شكرا لك ام لينا، تواصلتي معنا من مراكش. الا سمحتي استاذ حليمه غادي نرجعوا للسؤال ديال فاطمه، كانت سؤالات على عصير اللي كيكون بالخضر، وقالت انها كتاخذه مباشره من بعد ما كتناول الحريره. نعم، هو عصير الخضر الا كان فقط بالخضر بالنسبه لنا ما كاينش مشكل، لان الخضر تتجانس مع كل الاغذيه. اما اذا كان الفواكه فانا لا احبذ هذه المساله هذه.
الا كانت حابه لو انها تخليه مثلا حتى نجيو من التراويح مثلا ولا هذه ما كاينش مشكل. دونك الوجبه ديال الفواكه ولا الوجبه ديال العصير يكون عصير طبيعي عصير بصوب بالماء ولا بالليمون ما كاينش مشكل. بالنسبه لي انا الانسان من يجي من التراويح يكون هذا الوقت اللي ممكن ناخذوا فيه الفواكه في هذه المسائل. اما كاين الناس اللي كيفطروا الان كيفطروا فقط بالفواكه، الناس ربما سيستغربون، اما كاين الناس اللي كيفطروا بفواكه حتى السحور، لان اهم وجبه في رمضان هي الوجبه ديال السحور. بما تاخذ الفواكه تاخذ التمر تاخذ ماء تاخذ فواكه. الا بغينا نقدروا نهضروا على الحاجيات فالجسم ديالك حتى الحاجيات اللي غيحتاج، واش شبعتي ولا ما شبعتيش هذا سؤال اخر، اما داكشي اللي غتحتاج فالجسم ديالك خداه. نعم نعم. اذا نمشيو للسؤال ديال ام لينا استاذ الحليمي والمساله ديال نعم. الحاله الصحيه اللي كتعاني منها. نعم غادي نبدا انا بالوقايه عاد ندوز للحاله ديال الاخت. نعم. باش هكا نفيدوا الجميع. فالناس اللي عندهم ليليكوباكتير بيلوري واللي كيصوموا، شنو هي ليليكوباكتير بيلوري؟ ليليكوباكتير بيلوري ولا الجرثومه الحلزونيه سميتها اليكو لان الشكل ديالها كيشبه الهليكوبتر. باكتير لان باكتيريا، بيلوري لان لان المعده ديالنا منقسمه لاجزاء والجزء واحد الجزء الثالث قريب الامعاء سميتو البيلور. هذا البيلور تما كتسكن. كاين بعض الناس كيقول لك والحموضه ديال المعده وعلاش هاد البكتيريا ما كتموتش؟ بكتيريا انت ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حنا في هذا النمط العيش اللي كنعيشوه، والاخت قالت انها ما كديرش خميره بلديه. ما كديرش خميره بلديه فهي تفاقم الامر بواحد النسبه كبيره. كتزيد الخطوره ديال الامر بواحد النسبه كبيره. لا شنو خاصنا نعرفوا على هذه الجرثومه الحلزونيه؟ فهاد الجرثومه الحلزونيه شنو كدير لنا؟ كتمشي لنا للمعده وكدير واحد حفيرات صغار، لان يعني المعده عندها لا بتيت كوربور ولا غروند كوربور، واحد المنطقه الصغيره واحد المنطقه الكبيره. الناس يتخيلوا المعده ديالنا دايره بحال قرعه سلويه بحال هكاك. الوغ داك الجهه الطويله اللي كتسمى لا غروند كوربور تما كتمشي هاد الاش بي وكتسكن. كاين ناس غايقول لك لا والحموضه ديال المعده غتقتلها، لا ما كتقتلهاش، حيت عارفه شنو كدير. كدور راسها بواحد لاكوش ديال لامونياك، تدور على راسها واحد الطبقه ديال لامونياك. داك الحموضه ما غتهاجمش. شنو كدير لنا؟ كتسبب لنا التهابات على مستوى المعده وكتعطينا اليولسير، كتعطينا داك اللي كنسميو حنا القرحه ولا الحرقه ولا داك الارتدادات وهاد المسائل هذه. اذا بالنسبه لنهار رمضان الجميل هو ان هاد الاشبي اول عدو ديالها بحال الخليه السرطانيه، اول عدو ديالها هو الصيام. هذا ما كيعنيش انا نذكر انا كنهضر على الحالات العاديه، ما كنهضرش على الحاله ديال الاخت، لان يعني الحاله ديال الاخت حسم الطبيب ديالها انها ما تصومش. بالنسبه للحاله العاديه الاش بي العدو الاول ديالها هو رمضان. علاش؟ عفوا هو الصيام. علاش؟ لان حنايا شكون اللي كيخلي لنا الحموضه ديال المعده انها تزاد؟ هو الاكل وفقط النظر للاكل. اذا علاش حنا ما خصناش نتشهاو في رمضان؟ كاينين الناس اللي باقي الصباح وما كيدخلوا ويقلبوا كيفاش نصوب هذه البريوه، كيفاش نصوب هذه، كيفاش نصوب هذه. حنا خصنا نعرفوا باللي في الاكل ديالنا كتسمى واحد لافاز سيفاليك. شنو هي لافاز سيفاليك؟ المغاربه كيقولوا العين اللي كتاكل. انت ملي كتبدا تاكل قبل ما عفوا ما تبدا تاكل هي كتشوف بعينك، وهذا الشيء هذا راه كيوقع من وراء العصر والانسان كيشم في الروائح ديال الاكل وهذه الاشياء هذه. الجسم ديالك شنو كيدير؟ كيجمع بواحد الزوج الهيدروجين والكلور. مي كيجمع الهيدروجين والكلور يكون حمض الاش سي ال، وحمض الاش سي ال هو هذا الحمض اللي كيزيد لنا المشكل ديال الناس اللي عندهم ليليكوباكتير بيلوري. سو كيفي الصيام شنو كيدير؟ الصيام يزيل الوجبات خلال اليوم وكيعطي بين قوسين راحه، مع العلم انه اشتغال كيعطي راحه هضميه للمعده وكيخليها تشتغل على راسها وتتكفل شخصيا بهذه الجرثومه الحلزونيه وتقضي عليها بشكل رائع جدا. ندوز للحاله المرضيه اللي عند الاخت. فالحاله المرضيه اللي عند الاخت اكيد انها خدات الدواء بواحد النسبه كبيره، وكاينه دابا لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان، كاينين بزاف ديال انواع ديال الادويه اللي هي كتزيد. والناس الاخوان المختصين راه كيعرفوا ان ملي كيعطيو هاد لي زونتي انفلاماتوار كيعطيو معاهم واحد الدواء اللي من اجل انه ما يسببناش هاد الحروقات في المعده. اذا اللي غادي نقول للاخت انايا انها تراجع الطبيب ديالها، انها تراجع النظام الغذائي ديالها. راطونك انها ما دارتش الخميره البلديه فما نقولوش علاش ما عندناش نتائج، وحتى الدواء ما كيعطيش واحد النسبه كبيره. علاش؟ لان لا يعقل انك كنتي غادي بواحد النمط وقع لك واحد المشكل صحي وخا مشيتي خديتي الدواء ومن مورا داك الواقعه
كتبقى غادي بنفس النمط، فهذا لا يعقل. فانا كنكون غادي بواحد النمط في ذاك الواقعه اللي وقعت، خصها تكون نقطه للمراجعه، نقول انا شنو درت. فانا كنقول لاختي قالت ثلاثه الاسابيع غير كافيه، ان راه خصك 10 ايام. الناس اللي عندهم الاشبيره كياخذوا دي زونتيبيوتيك مده 10 ايام عاد انها ممكن تمشي. فلا يعقل انك خديتي دي زونتيبيوتيك ومشات لك هذه الجرثومه الحلزونيه وترجع لنفس النمط اللي كنتي غادي به، سي نورمال غادي ترجع كيف ما كنتي. فهادشي اش كنقولوا للناس، راجعوا راسكم، جلسوا كتبوا ورقه، راه الدواء والداء هو انت، وراه انت اللي كتعالج راسك، وراه الجسم ديالك هو اللي كيعالج راسو. اذا مشيتي عند شي مختص فراه هو سبب، والشفاء كيجي من عند الله سبحانه وتعالى. اكيد خاصنا نرجعوا لله سبحانه وتعالى ونشتغلوا على الجسد ديالنا. والنقطه الاهم هي النظام الغذائي. فكاين اللي ما صايمينش ولكن يستغلوا هذه النصائح، انهم يعدلوا النظام الغذائي ديالهم خلال النهار. ماشي ضروري انني نصوم عاد تنكون صايم عاد نعرف نتبع مثلا هذه الحلقه، لا. حتى الناس العاديين راه ممكن يتبعوا هذه الحلقات، اللي ما قدوش يصوموا ممكن يتبعوا هذه الحلقات باش يكون واحد التعديل ديال نمط العيش باش نخرجوا من هذه الدوامه اللي حنا فيها. نعم. استاذ الحميد، ما يمكنش ما نتكلموش في الحلقه ديال اليوم ربما على الناس اللي عندهم رغبه في انهم ينقصوا الوزن ديالهم. نعم. وبغاو شهر رمضان الكريم يكون هو الفرصه، وكنعرفوا. نعم. على انه راه خصهم يبداوا من دابا، يعني ربما من اليوم. نعم. الاول من الصيام. طبعا. شنو النصيحه اللي ممكن نوجهوا لهاد الناس؟ نعم، هو والله العظيم انا كنقول الانسان، وغادي نعاود نفس النقطة اللي شيرت لها في الأول الحلقة، أننا إذا درنا واحد فيلم وثائقي وشفنا شنو كيوقع في الجسد ديالنا فهو العجب العجاب في الجسم ديالنا، راه غارقين في الله رحمة الله سبحانه. نعطي مثال بسيط بسرعة لأن الوقت ما بقاش. المسألة ديال الصيام، علاش العطش نعمة؟ الناس غايقولوا شنو جاب العطش؟ لإنقاص الوزن. العطش عنده بشكل مباشر علاقة بإنقاص الوزن. كنهضر على الناس اللي كيشربوا مزيان، الناس اللي ما كياخذوش الملح بنسبة كبيرة، والناس اللي ما كياخذوش المواد المصنعة بنسبة كبيرة. فانت ملي كتعطش شنو كيوقع؟ حنا الجسم فيه ماء نوعين، ماء مرتبط وماء حر. الماء المرتبط هو ماء استراتيجي ما عمره كينقص. الماء الحر هو اللي كينقص ملي كيجيك العطش. اون فوا كينقص الجسم كيدير دورات. ما كاينش شي مختبر على وجه الارض يقدر يخرجنا من الدهون يخرجنا ماء. تصور الجسم ديالنا ممكن ينتج وانت عطشان، ممكن ينتج حتى النص يطرو ديال الماء في خلال الصيام. فملي كيجيك العطش، كاين الناس اللي جاهم العطش واحد نص ساعه فاتهم، وقع ما وقع في الجسم ديالك. شنو كيوقع؟ شنو علاقه هذا العطش ملي كيجيك العطش نتايا بانقاص الوزن؟ كنهضر على العطش في رمضان وبين السحور والفطور. اما الى اذن المغرب راه خاصك يكون ارتواء. فالجسم كيمشي كيدير دورات بيولوجيه، كيخرج الماء من الماده الدهنيه، وكينشط واحد الماده من اروع ما كاين سميتها الاديبونيكتين. شنو هي هاد الاديبونيكتين؟ هاد الاديبونيكتين هي واحد الماده اللي كنسميوها الاديبونيكتين ولا الاديبو سيتوكين. هذا عباره عن ماده اللي هي كتقاد لنا الميتابوليزم ديالنا، واللي كتحكم في عمليه الايض ديال الدهون وديال الجلوكوز. والانسولين ما يمكنش يخدم بلا بها. شوف الجميل، ان انت كتكون في الايام العاديه عندك مقاومه الجسم لانقاص الوزن. خلال رمضان شنو كيدير الصيام في هذه المساله؟ كيمشي كيعدد كيصوب واحد المواده وواحد الحب بين هاد الاديبونيكتين ولا غيسبتور ديالها. نعم. اللي كنسميو حنا اديبو ار 1 والاديبو ار 2. اديبو ار 1 كاينه في لي موسكل هما اللي غيحرقوا لك الطاقه، والاديبو ار 2 كاينه في لو فوا هي اللي غتنقص لك هاد الدهون. كيمشي كيلاقي بيناتهم، كيكونوا بحال الا مدابزين. نعم. كيلاقي بيناتهم، ملي كيتلاقاو كتطلع الاديبونيكتين. الجميل انك تنقص لك ذاك عدم الحساسيه للانسولين، انت عالجتي مرض السكري النوع الثاني. هذه الماده هذه هي اونتي ديابيتيك، مقاومه للمرض السكري. هذه الماده هذه هي اللي كتقاومنا لاتيروسكليروز. هذه الماده هذه هي اونتي انفلاماتوار. شنو كدير لنا؟ كتاثرنا على السيتوكين اللي كيتسماو تي ان اف، زائد الناس اخوان الاطباء راه كيعرفوا هذا السي ار بي البروتين سي رياكتيف عندها علاقه مباشره بها. فينقص الجسم الوزن بشكل رائع جدا. انت جاك العطش، الجسم نقص الوزن ونقص الوزن بواحد الطريقه جيده، وقلت انا الجسم يخزن وهذه الطاقه خصنا نحرقوها. فهذه النعمه ديال الاديبونيكتين تنشط بشكل رائع جدا خلال الصيام، رب ذرة نافعة. نعم. والفوائد هادشي كامل كيجي من داك العطش اللي كيجينا للناس، كلشي كيبقى يشربوا في الفجر وفي السحور يشربوا يطروا جوج يطروا ثلاثة يطروا، هذا لا يموت بسالة فيزيولوجية. توصل مع العشرة ديال النهار غير غادي تفيق، غادي شرف الله قدركم غادي تبول.
فالارتواء كيكون بين الفطور والسحور، وهذا الشيء هذا كامل فقط قلت انا سيناريو من السيناريوهات ديال داك الفيلم الرائع اللي كيعيشو الجسم ديالنا خلال شهر رمضان. ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقاية خير من العلاج. كل شكر ليك الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية، وموعد معك ان شاء الله غادي يكون يوم الجمعة المقبل. ما تنسوش على انه طيلة شهر رمضان الكريم، الاستاذ محمد الحليمي مرافقكم بمجموعة من النصائح، وكل يوم نصيحة جديدة من خلال موقعكم، موقع لالمولاتي بوايما، اللي تلقوا فيه كل ما يفيدكم. لكم اطيب ورق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون. شكرا لوفاء فائز فوندا كانت معي في الاخراج، ومشكورة ايضا كانت استقبال مكالمة تكون. إن شاء الله بقية أوقات طيبة وممتعة قدوها دائما رفقة برامج الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. إلى اللقاء.